السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المعلم للتصليح. اليوم عنا العجلة هذية بتاع سونتروا باش نبدلو لها كعبات رايون. وكيما تعرفوا معناها الريجلاج بتاع الرايونات هذا من أصعب الأشياء في سونتروا، من أصعب الأشياء. مش اللي يجي ينجم يعمل يركب كعبات الرايون يعمل لهم ريجلاج وتبدأ الموتور العجلة مستوية ما فيهاش العوج، مش اللي يجي يخدمها الخدمة ذي خدموها كان الصنايعية بالرسمي اللي هما كعبتين وكعبة. باهي على هذاك معناها تبع الفيديو للآخر، كمل الفيديو الكل. فيديونا اليوم فيه برشا معلومات. أنا قصينا كعبات الريون سي قصيناهم، تويك باش نركبو كعبات الريون جدد. قبل ذي عملنا لايك للفيديو، قناة المعلم للصيانة اللايك قبل كل شيء. وكانك ماكش مشترك ابوني للشيل يوتيوب، اشتراك في القناة، فعل الجرس باش يوصلك اشعار فيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. باي اول خطوة ناخذ الجونت كيما نكاية، اذا بشوفوا الجونت فيه العوج ولا لا، نحطه في بلاصة مستوية في القاعة ولا في الحيط ولا اللي هو بلاصة مستوية، ونشوف إذا كان معناه بدا يتمايل الجونت كيف كان مسمى فيه عوج، فيه شوية عوج. عن الجونت ريتو كيفاش تطلع وتهبط، كي يبدأ الجونت مستوي معناها يركز على القاعة، ما يبقاش يطلع ويهبط، فهمت؟ صحيح الجونت هذا فيه شوية عوج، ولكن يعني مولا الموتور ما في حالوش باش ياخو كعبة جديدة. باش نحاولوا نرجعوه بالريجلاج، معناه يتعمل له ريجلاج صحيح يرجع. باش نوريكم معلومة أخرى، عنا نقب ذومة متاع كعبة الرايون، معناه فيهم شيرة يمين وشيرة يسار، ما يركبش كيما يجي كعبة الرايون. ريتوها كيفاش تركب، يعني كل شيرة عندها الاتجاه متاعها. ثم بعد نزيد نوضح لكم العملية كيفاش بالضبط. نركب كعبة الريون ما نكبسهاش على الاخر باش من بعد ما تغلطنيش في الريجلاج، نبوانتيها شوية، معناها نبوانتيها شوية ونركب بالكعبتين كيما نكي. نبدا نركب كعبتين، نكمل الشيرة اليمين ندورها الشيرة اليسار نفس الشيء. عنا لهنا المايو مشروم شوية، كعبة الريون ما نركبهاش شيرة الشرمة باش ما يزيدش معناها تشرم جملة. تركيب الرايونات ماهوش سهل، فما برشا سكليستية وغفاصة وبرونتيات، معناها برشا يركبوا عندهم. بعد ما يركب لك وكل شيء تمشي شهر شهرين، العجلة تعويج تولي تمروح بكلها تولي تروري. علاش؟ خاطر الكبسين يعني كي تكبس لازم كعبات الريون يبداو مكبوسين كيف كيف، مش كعبة مكبوسة وكعبة مرخوفة. تولي الموتور تمشي على، ما تمشيش على الريونات الكل، تولي تمشي شطر بشطر، معناها شطر تمشي عليهم وشطر الاخر عبارة محطوطين حتى. مع الوقت معناها الجونت يعوج، فمش اللي يجي يركب كعبات الريون مش اللي يجي يتقوى على بدنه. هذايا معناها السكليستية الصحاح بالرسم اللي يعرفوا. باهي معلومة اخرى، نقطة اخرى نحب نوضحها، ريتو الشيرة هذايا نقب اللي في الجونت يركبوا لهنا عندهم اتجاه مش كيما يجي يركب. وعندنا الشيره هذيا الشيره المنغادي تركب في المايو مع الشيره هذيا، فهمت؟ مقابله بعضها، ما يركبوش كيما جا. ريت فما نقب جايين في الشيره اليمين وقب جايين في الشيره اليسار. اثنين اتجاه كعبة الريون لازم تبدا كيما ما ركبهاش العكس، فهمت؟ لهنا تركب متجهه نحو الشيره هذيا وهذيا متجهه لهنا، فهمت؟ يعني فما كل كعبة رايون عندها الاتجاه متاعها وانت تركب. باهي كيما تشوفوا سيي ركبنا الشيرة هذيا، تويكا باش نركبوا الشيرة المنجاي. كيما تشوفوا في الجونت كعبة الرايون راكبين كعبة بكعبة، كعبة متاع الشيرة المنغادي وكعبة متاع الشيرة هذيا الشيرة المنجاي. نكملوا نركبوها وبعديكا معناها نرجعوا لكم. يا وكسي كيما تشوفوا ركبت جوها باهي. تويكا باش نوصلوهم كعبة الريون نكبسوهم. ناخذوا مفتاح ريون، هذا فما برشا غفاصة ما عندهمش معناه المفتاح الريون، هذا فيه نوامر
يخدم تاع البسيكل تاع كل شيء، فما اللي تلقاه يكبس بالبينسة الغفاصة ولا برونتيات، تلقاه بالبانس يهلك الراس متاع الرايون، تولي معناها تنجم تتملص ولا تضرب له شومبرير. به تويك وصلنا لأهم نقطة في الفيديو، هي الريجلاج. الريجلاج الرايون من أصعب حاجة، أصعب حاجة. به سنوريكم طريقة الريجلاج. كما تشوفوا العجلة مستوية، مازلنا ما عملنا لهاش ريجلاج، معناها فيها عوج بريسك 1 مليمتر. فما غفاصة يركبوا الرايون، ما يعرفش كيفاش يوسط كيفاش يكبس. بعد ما يكمل لها الريجلاج معناها وتبدا العجلة تمروح بكلها. احنا مازلنا ما خدمناش ريجلاج، العجلة مستوية. باهي عندي ريجلاج كيف يبدا العوج شيرة اليمين، نكبسوا كعبات الرايون شيرة اليسار. فهمتوها العملية كيفاه؟ مثلا عندي لهنا، نفترضوا لهنا عندنا تمس، منكبس الشيرة العكس، نكبس كعبات الرايون هذوما، نكبس ثلاثة كعبتين ولا ثلاثة كعبات بجنب بعضهم. الشيرة اللي تمس فيها الشيرة العكس، مثلا هي مست من اليمين، يعني نكبس الشيرة اليسار، مست من اليسار نكبس الشيرة اليمين. فهمتوا تو العملية كيفيه؟ به نقطة أخرى ردوا بالنا منها، اللي هي ريتو هذوما كعبات رايون دوريجين، فما ماركة يبداو زايدين لهنا يولي تضرب لي الشومبرير. فهمت كيفيه؟ لازمنا هذوما إذا كان لقيناهم زايدين نضربوهم بالمالاديسك، ومن بعديك من ياخذوا طرف سكوتش كيما هكايا، ونغلف بلاصة الرايون، نغلفها بشكل الرأس هذاك الزايد يتغلف بسكوتش ما يضربليش الشومبرير. وإلى اللقاء، نتقابلوا في فيديو جديد.